الركن الثاني من أركان الإسلام ما هو؟ يعني إسلامنا هيك إنت تركوني. الصلاة خطأ. نماز ترى بس. إيمان. لا المرتبة الثانية. الركن الثاني من أركان الإسلام. إسلامنا هيك إنت تركوني. إسلامنا تركتون هيك إنت. محمد رسول. لا قلنا الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هذا الركن الأول. الركن الثاني يقول الصلاة خطأ نماز خطأ نعم. ما هو الركن الثاني؟ يكين تترك بنيه؟ إقامة الصلاة نماز ترغزو لماذا قال ما الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة؟ قلنا الصلاة خطأ وقال إقامة الصلاة ما الفرق؟ إبني قاعد تقعد نماز دا ويتساق استرام يستدك جانا نماز ترغزو ديب إبني عير ما سلي لأن هذا قد يصلي بغير وضوء يقول أنا صليت يعتقد أنه صلي لكن ما أقام الصلاة يعني لم يأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها وتنتفي عنه الموانع المبطلات. نير نماز وقو بوبت بند نماز ردت نيجا يتقن دوسا. أكيد نبي رادم نماز وقو شو ممكن دارت جوجلي. أنا بروك وزن جريان إيشين موش. منا من نماز وقو دوا إيش ممكن. بروك نماز ترغزو دعند سوستس منو واجبات ترى وش كريك منو تركب ترى وش كريك منو باردك نرسين جنا بوزا ترى نرسين ناس بول بنا نماز وشون ترغزو كريك. نعم.